السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قوة البرد شريت هذه اللي تلف على الرقبة، بس من قوة البرد ما عاد أتحمل والله. درجة الحرارة كل ما راح تصير تحت الصفر، والوضع عندهم طبيعي. في واحد قال لي هذه روسيا، أنت إيش جابكم هالحزة؟ قال أبو محمد راح أكلم أبو مطرق. الأمور طيبة يا ابن الحلال، بس خلينا نكمل الحين القصة هذه. أخذتها عيار لي، برد قسما بالله، برد الله المستعان، دابل الدلاغات ودابل كل اللبس. السلام عليكم، أهلا بكم من جديد إخواني المتابعين، مرحبا بكم في قناتكم. عدنا مرة أخرى مع الرحال العالمي أنور الجويسري. طبعا ما له داعي أتكلم، الأحداث والقصص هي اللي تتكلم. شفنا بالحلقة اللي طافت شلون الرحال أنور الجويسري مع الكابتن محمود الموفق طلعوا إلى كوريا، وشفتوا المشاكل اللي صارت في كوريا، لاحظتوا الإجراءات اللي في الشاحن شلون طولت. وأول شيء كانت وجهتهم اليابان وصارت لهم مشاكل بالفيزا، والكابتن محمود الموفق صارت له مشكلة بالفيزا اللي طولت أشهر، والكابتن أنور الجويسري يوم وصل حدود اليابان هم ما اسمحوا له بقيادة الدراجة، ونفس الشيء بالمينة شلون تعطل بالمينة وشلون طول إنه يطلع الدراجة، ويوم صعدها الشاحنة هم تأذى طريقة نزولها. يعني صارت لوية وشب التليفون اللي ما حصلها، يمكن حلقة كاملة كانت مختصرة من كثر المشاكل اللي صارت معهم. والحمد لله تغلب عليها الكابتن أنور وزميله، وطلعوا هالمرة في رحلة جديدة، غيروا وجهتهم من اليابان، وصلنا مع بعض وقتها إلى روسيا. حياك الله اخوي انور، يعطيك العافيه. يا مرحبا، ما قصرت، جتنا مره ثانيه واحنا مشتاقين ان نكمل الرحله. يمكن تاخرنا على الاخوان المتابعين، بنكمل الرحله ونشوف شنو صار معاك في روسيا. اغلب الاحداث يعني ممكن تصير حق الرحال في روسيا. ليش؟ لان روسيا بلد كبير. صحيح. والرحال اللي يدخل روسيا راح يعبر كيلومترات كثيرة. صحيح. وكل الناس ماخذة أفكار عن روسيا، يعني صحيح. سلبية وإيجابية. إحنا نبي نشوف روسيا بعيون بمطلق. أول شيء الله يحييك، وأنا سعيد جدا في تواجدي معاك يعني يا أخوي أبو فارس، وبارك الله فيك وما قصرت على مجهودك الواضح. والله أبو فارس، أول ما دخلنا طبعاً ميناء روسيا اللي هو ميناء فلاديفوستك، طبعاً ميناء فلاديفوستك يبعد عن موسكو حسب ما سمعت أنه 8 ساعات ونص طيارة. 8 ساعات ونص طيارة. أي نعم. صح. والوقت فرق التوقيت اللي هو 7 ساعات. صح. أي نعم. فطلعنا من فلاديفوستك، طبعاً فلاديفوستك ميناء مشهور ومعروف وموقع استراتيجي، والميناء هذا ميناء أو منطقة فلاديفوستك هي أول نقطة تم افتتاح الزوار لها من غير فيزا لمدة 15 يوم.
إيه مع المينا هذا. اي المينا يعني الحين انت لما تدش روسيا في ذاك الوقت خليك 15 يوم 15 بدون فيزا بدون فيزا. كانت سهله عيل بهذاك الوقت. اي كانت سهله يعني كان في مناسبه. لا هذه بعد يعني بعد ما جيناها احنا نزلوا فيها قرار مع اتوقع انها روسيا البيضاء واوكرانيا هذول الثلاث دول انك تقدر تجيهم من غير فيزا مده 15 يوم. بس اتوقع اوكرانيا كانت 5 ايام اول وقتها بعدين خلوها 15 بعدين خلوها شهر. فعاد طلعنا من طبعا فيها فلاديفوستوك يشتهر فيها اللي هو جسر روسكي. هذا جسر معلق نفس جسر ميلانو او ميلان اللي موجود في فرنسا يعتبر اللي في فرنسا يعتبر اطول جسر ارتفاعا بالعالم فوق برج ايفل ب 43 متر ما شاء الله. اي يعني عالي والله شاق حيل. طبعا هذاك هو الجسر رايح راد؟ رايح راد اي نعم. طوله اتوقع انه يمكن يا 2 كيلو يا 4 كيلو. بس انه يعني هدم القرى اللي تحت. يعني حتى صارت فيها مظاهرات وجابوا الاغنام وسدوا الجسر لان قطع رزقهم. يعني بدل قبل طريقك يكون ساعه صار الحين 10 دقائق. 10 دقائق. يختصر الجسر. اختصر بس انه يعني كان رزق دائما بناء الجسور بهدف الاختصار سواء البحر او النهر اي بس قطع رزق الفضاء اللي تحت. فعاد اقول لك هذا يعني جسر مشابه له يعني كتصميم ومشهور في فلاديفوستوك. وطلعنا من فلاديفوستوك رحنا في بحيره ابو فارس سبحان الله. البحيره هذه نصها في الصين ونصها في روسيا اسمها بحيره الخنكه. بحيرة الخنكة. الخنكة. ما شاء الله كبيرة نصها في روسيا نصها في روسيا ونصها في الصين ويعني كبرها زين حلو. وبعدين طلعنا عاد على منطقة اسمها خبروفسك. هذه مدينة كبيرة. زين أنا عندي بس سؤال عشان أفهم خط السير. أنت دشيت روسيا بعدها توجهت إلى منغوليا. أي بس هذا. أنت المنطقة هذه اللي قاعد أتكلم عنها الحين البحيرة وهذا كله خلال هالمسافة. لين الحين انا ما جيت منغوليا لا لحد الحين لان الصعود تكون رايح يعني في جهه تقريبا الشمال حلو أيوة. عشان تعبر الصين أيوة. اللي هو حدود الصين ايوه عشان تجاوزها صح. بس تخلي الاسكا على يدك اليمين وتكسر انت عاد نزول على اليسار صح اي فعاد المنطقه هذه كبيره مدينه كبيره اسمها مدينه خبروفسك. هذه خبروفسك اللي اقتحم الدب أحد المولات التجارية. دب بري فاجأ العاملين والزبائن في مركز للتسوق بمدينة خبروفسك شرقية روسيا طردته الشرطة وقتلته ليبدأ تحقيق حول ما إذا كان قتل الدب ذي العامين أو الثلاث كان حتميا لا مفر منه. كيف جاء إلى هنا ومن أين؟ لا أحد يعرف. متسلل مكسو بالفراء ضبطته كاميرات المراقبة داخل هذا المبنى. هرعت الشرطة وحاول الدب الهروب فارتطم بالزجاج واختفى عن الأنظار. حاول ثانية ونجح هذه المرة وانطلق في الظلام تطارده الشرطة المسلحة لينتهي في ملعب أطفال. أطلقت الشرطة عليه الرصاصة لا المخدر. بدأ أنه نجا لكن بعد قليل حوصر وقتل. حملت جثة الدب الذي يعتقد أنه كان في عامه الثالث أو الرابع ليخلف الناس في مركز التسوق وراءه لا يكادون يصدقون أنفسهم. كنت جالسة عند الصندوق أتقاضى الأموال من المشترين حين سمعت صوت أبواب تتحطم. اعتقدت أنها صقالات بناء انهارت ثم رأيت الدب يرمح نحوي. أصبت بالرعب والتصقت بالكرسي. انطلق بعيدا وانطلقنا نحن نحو المكتب. ويجري تحقيق حول قرار الشرطة قتل الدب. نهاية حزينة لحيوان بري شرد بعيداً عن مكانه الطبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أمس وصل دب للمجمع هذا وكسر الباب والحمد لله ما صار فيه لا ضحايا ولا شيء. ويقال أن الدب كان عابر النهر جاهم وهم مو متوقعين اللي كانوا يلحقونها الصيادين.
فعاد حنا سمعنا فيه وقلنا نجي عاد نشوف المكان اللي فيه المجمع. ما عاد مع حادثة الدب هذا اللي دخل فيه المجمع التجاري توجهنا عاد من خبر فسك نزولا على اتجاه الغرب. اي رايحين لجهة موسكو يعني. مرينا على مدينة اللي هي طبعا مشهورة المدينة هذه اللي هي منبع اليهود. معقل اليهود. اي معقل اليهود اللي هي بيرو بيجان اتوقع اسمها. يعني الدين اليهودي من المنبع والشان. اي طبعا اليهود غير وصهاينة غير وهم هذا اساسهم هنا في روسيا. اي وكانت يعني على خط السير. وتوجهنا في منطقة اسمها تشيتا هم بعد مدينة حلوة ومن تشيتا عد في اتجهنا إلى مدينة اسمها أولان أودي. أولان أودي هذه أبو فارس قريبة من أكبر بحيرة في العالم ماي حلو. مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا احنا صافين والطريق مثل ما تشوفون خطر لعب حفظنا الله. شوف هنا صور هنا محمد شوف يلا. هذه اكبر بحيرة ماي حلوة. احنا اخذنا ربع بس ربع يمكن بحدود طبعا هذه اكبر بحيرة ماي حلو في روسيا ماي عذب ماي حلو طولها تقريبا مو متاكد طول الخليج العربي تقريبا يعني اللي اعرفه طولها اكثر من 1000 كيلو تقريبا وهذا الشارع وجو طبعا جو حلو عندنا درجه الحراره اليوم مو بهالبروده صفر لين اثنين في المكان هاي كلها غابات بس ناشفه من الثلوج وهذه دراجاتنا وهذا القطار تحت يمشي هذا البحيرة يعني يتمنون الشتاء أهلها بشكل كبير شلون يتمنون الشتاء يعني بدل لا يقطع 600 700 كيلو بعض المرات 1000 كيلو من حجمه ليش؟ لان هي صايره نفس الطواليه فالمدن اللي فوق تبي تروح للمدن اللي تحت يعني يكون دربها قوي يعني طويل شوي فلما يصير الثلج يختصرها يعبرونها كذا ابد ولا اي شيء وهذا يعني حتى يعني بعض الدعايات السيارات مثل الجيب اللاند كروزر والجيب اللوكسز والسيارات يعني كثيره يسوون دعاياتهم بهالمكان دعايات اللي هم يستعرضون بالثلج طبقه الجليد يعني مايها صافي يعني يعني يصير جامد لدرجه ان السيارات تعب اي شاحنات يعني شاحنات اي الدنيا كلها تعب فموسم الشتاء عندهم يكون موسم الرخص لانه يعني يختصر المسافه بنزين وكل شيء طبعا البحيره هذه اسمها بحيره البياكل وبعدين عاد من أولان أودي نزلنا على الحين خلاص احنا في أولان أودي تعتبر يعني وسط روسيا مو وسط عند الوسط بس يعني دشيت بالوسط هي الحين صايره منغوليا في النص اي نعم صايره بالنص انت الحين وصلت براس ايوه منغوليا أيوة. سنتر روسيا الحين تبدش منغوليا بندخل منغوليا وحنا تقريبا في متوسطين سيبيريا ايه احنا زين بمطلق هني خذيت الموضوع انت عابر الموضوع مو سهل صحيح يعني انت دخلت روسيا في هذا المكان في اخر شهر 10 يعني برد نعم صحيح يعني الجو صقع الجو بارد هني انا لا لا الجو والله ما يغشم لي ابو فارس جو بارد عشت حياتي تحت الصفر ولا اي وصلت 25 تحت الصفر 25 يعني حتى بعد محطات البنزين نمرهم تلقى القياس الحرارة عندهم ليل 50 تحت الصفر. وانت على سيكل. أنا على سيكل. صار فيك. يعني البرد مضاعف. والله الله اللي رحمنا سبحان الله. طلعنا عاد من تشيتا. أنا بس شنو الوسائل اللي تتخذها إنك تحمي نفسك
بالخط، يعني الحين انا ماشي بسيكل اي نعم وقاعد اواجه هواء تحت الصفر. صحيح الغالب يكون مضاعف، يعني انت الحين مو ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث، صحيح ايام، يعني انت ممكن تعبر نهار نهارين، زين شلون تتجاوز؟ والله يا ابو فارس هذه رحمه من الله، اللهم لك الحمد والشكر، يعني ما اقدر اقول فيها لا فن ولا والله انها رحمه من الله. يعني انا يعني حتى في كل يوم يعني انام في الطريق اول ما اقوم اقول اللهم لك الحمد والشكر الله يحفظنا. يا جماعه انتم متخيلين معي درجه الحراره تحت الصفر وانت على سيكل، شنو بتلبس؟ هو قاعد يضربك بارد وانت في روسيا، يعني كثر ما تلبس انا اقول لك برد تحت الصفر، يعني يمكن حتى الجاكيت خشمك الشنب الحواجب العين ثلج، هذا يمكن اللي شفناه احنا الحيوانات مثلجة اكيد هذه الاماكن هذه من عندها ترى. ايه اكيد هذه من عندها. فعاد طلعنا اقول لك من تشيتا الى اولان مودي هذا بالطريق، طلعنا على طريق 220 كيلو بر يعني بر افرود. والله صراحه مثل ما نشوف الحين بالفيديو خط صعب جدا، طريق وعر من كثر الثلج والماء، يعتبر افرود واصعب من الافرود، كون الثلج لما يذوب ينزل على الشارع. صحيح يصير الشارع مبلل، فخطورة الانزلاق اكثر. لا لا هو خطر، والله خطر حيل. طحت ابو مطلب؟ والله انا عنده خربط بالطحات زي السلام عليكم، امشي وتقول داش ملعب صابون على قولتهم 24 ساعة طايح. فهني استقبلنا ابو فارس في يعني في احدى الصور الموجودة عندك، استقبلنا البرد السيبيري اللي هو مجرى الانهر والمياه هذه جليد مو ثلج، جليد. في فرق بين الثلج والجليد، الثلج اللي هو يعني نوعا ما تقدر تكسر، لا هذا جليد جليد. في بعض الصور بيشوفونها ان شاء الله المشاهدين. فطلعنا على الطريق هذا 220 كيلو، يعني حتى الجسور اللي نعبرها بفارس خشبيه، هذا خطر. يعني في واحد من الجسور يعني بس سياره واحده تعبر، مركبه واحده. اي نعم صحيح. ولازم تنطر الجهه الثانيه انها صحيح تعدي بعدين تروح. زين شنو اللي يرتب العمليه؟ والله هي إيه عشوائيه، يعني عشوائيه بالنظر. اي بالنظر يعني على قولتهم سبق لبق. وهذا جسر حديد. وبعضهم صور خشبيه. فكلهم يعني خطره، الخشبي اكثر شيء نخاف منه انه لا ينشب التاير بين احدى الخشبتين. فلما لا ينشب يروح السيكل. صح. والحديد نفس الطريقه انه يزلق بعد ما يمسك التاير فيه عدل اذا في حاله انه فيه بروده. فبعد ما طلعنا عاد على الطريق هذا اللي هو 220 كيلو نزلنا عاد نزول مرينا عاد البحيره. استغربت انا يا ابو فارس بالبحيره. شلون؟ تلقى يعني نفس يعني مثل ما تقول الاسره المنتجه هناك عندهم حاطين لهم نفس الباسطات وحطب وشغل عدل، يعني جوهم حلو ما شاء الله. وعندهم سمك ياكلون السمك بارد. بارد بارد. اي بس بارد يعني على حد يعني الثلوج بس انه شوي نوعا ما طري. ياكلونه يعلشونه علج. حلو. مع شنو؟ مع شاي حليب. والله يا ابو فارس يعني هذه شلون تصير؟ اي يعني شاي حليب وسمك بارد يعني الله المستعان. فعاد نزلنا عاد على منغوليا ورحنا. زين بوقف معك بالنقطه هنا شويه. أنا. انت خروجك من روسيا كان سهل؟ اي نوعا ما سهل. يعني انت دخلت الفيزا 15 يوم؟ اي نعم. وطلعت منها سهل؟ لا انا داخل فيزا. عندك فيزا مسبقه يمكن؟ اي فيزا مسبقه 15 يوم هذه تالي صارت. اي يعني مو بوقت. زين ودخولك الى منغوليا كان سهل؟ سهل بس في عندهم نظام طريقه تفاهم. لا شلون نظامهم؟ نظامهم طال عمرك حدود فاضيه. اي يفتح هذا يدخل 10 سيارات تسكر. هذاك يخلص اجراءاتهم يكلمه يقول له يلا خلاص جيب 10. يعني طبعا هو مو 10 يعني بالدقه يعني عدد معين. ففي منفذ ابو فارس سيارات تداعم دعم دعم يتكسر على الحدود وخلاص انت تسوق تركب السياره فوق السياره تطيح السياره فوق السياره يمشون عادي.
هذول جوهم بروح عادي. فعاد لما دخلنا يعني كانت الاجراءات الحمد لله سهله وامورها زينه، وطلعنا عاد رحنا على اولان باتر. اولان باتر اللي هي عاصمه منغوليا. اولان باتر رحنا للاوبرا عندهم، رحنا للساحل اللي فيها هولاك وجنكيز خان. جنكيز خان ايه جنكيز خان. وخذنا يعني جو منطقه شو اسمها؟ اولان باتر. اولان باتر اللي بروسيا اولان اودي. ورحت عند جنكيز خان وصورت عند التمثال الجميل هذا. التمثال طبعا التمثال هذا كلف الدوله. شنو قصته؟ الدوله مسويته؟ اي الدوله مسويته، بس انه يعني كلف الدوله مبلغ وغدره لانه مصنوع من الفولاذ. اي ما شاء الله عمل جميل. بس والله تغنيته ما شاء الله تبارك. اي جميل جميل جدا. اي يعني مهندس صحيح، وهم المهندسين اللي سووه يعني ابدعوا فيه ابداع مو طبيعي. لما رحنا عاد شلون الحين تمثال جنكيز خان وهو واقف على خيله، وطبعا مسند شوي تحته اعمده. الاعمده هذا اللي دار مدار المبنى 36 عمود. على حسب اللي رووه لنا اللي موجودين يقولون عدد زوجاته 36. وهذا العمدات ترمز العدد زوجاته. فعاد الحين لما جيت تحت البوابه طبعا اخذنا الصور ولقطات عند تمثال. صار 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 لي حادث في بوابه جنكيز خان. جيت على السيكل ابوقف على الرصيف وحطيت رجلي حشوني اسمع على الرصيف، فجاه السيكل زلق الزلقه هذه التايرين مع بعض. اي لان تحتنا كله بلاك ايس. تخيل سيكل جي اس وثقيل. اي ثقيل. طاح الانجن جارد على الساق، والساق تحتها الرصيف. ضربتني ضربه يعني حشم اللي اسمع. كنت لابس بوت. البوت شوي رفيع، وهذا يعني من احد ميز ان البوت اذا صار رفيع يعني يحميك من بعد الله حتى بعد عن التفاف القدم. فكنت يعني لابس ملابس شتويه يعني مثقل، فالضربه هذه يعني كانت حيل قاسيه. اي والحمد لله عجم جاء اخوي ابو محمد الله يجزاه خير وتعب انا بالرحمه، فساعدني وهو ويا مجموعه من المنغوليين اللي موجودين. رفعوا السيكل وعدلناه وهذا، فحسيت بخدران شوي شوي. شو الاصابه؟ الاصابه اول شيء تورم، صار انتفاخ، بعدين صارت بيضة. وبعدين قامت تعطي الوان، لون بنفسجي، لون اول شيء لون احمر احمرار، بعدين بنفسجي وصل اللون اسود. اللون اسود انا هني بدا الخوف يعني خلاص. بدا الخوف. قلت قدرت تسوق؟ اسوق الحمد لله، بس انا يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ما باليد حيله. فرحنا رحت ثلاث مستشفيات، كلهم يعني كل من يطالعني يقول هذه عاديه. فانا استغرب لما يبسطها لي يعني يقول عادي ما فيها شيء، اللون اسود شو قاعد اشوفه ليك سود رايح. هو يعني ما همه اللون يعني. شوف لولا وسائل الحمايه والبوت كان حالتك اسوء. اسوء بحيل يعني بشكل كبير. الحمد لله الله ستر. اي والله الحمد لله على كل. بس طبعا قعدنا في منغوليا اول ما دشينا كنت مخطط انا وابو محمد، قلت ابو محمد بناخذنا خروف صغير بنروح لحد المرتفعات في منغوليا وبنشوي وبنطبخ وبنستانس وبنخيم في سهول منغوليا. اول يوم الله وكيلك وتنزل علينا ثلوج يعني عاصفه ثلجيه بشكل مو طبيعي، يعني حتى المغول يقولون يعني ما نزل علينا الثلج نفس الكثافه هذه ويعني قبل وقتها بشيء بسيط الا قبل 45 سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا حاليا جونا في منغوليا، ما شاء الله يستر علينا. درجة الحرارة نازلة تحت الصفر. هذا جوال. انزين بمطلق لما دخلتوا منغوليا نعم شنو كان جدولكم؟ والله يوم دخلنا في اولان باتر اللي هي عاصمة منغوليا طبعا توجهنا الى سفارة دولة الكويت. سفارة دولة الكويت. نعم. فالسفارة هذه كان طريقها جدا عسر بعد من طريق السفارة فرود؟ بعدها أخطر شيء. اي قدام ابد عند كانت منغوليا حيل يعني جاها ثلج مو طبيعي تبارك الرحمن.
فرحنا للسفارة، كان سعادة السفير خالد الفضلي ما قصر، هو طاقم السفارة جزاهم الله عنا خير الجزاء. مريناهم بس بنسلم ونمشي، قالوا والله ما تروحون غداكم موجود، وما قصر معها، قام في الواجب ويعني أكرمان الله يكرمهم من يسمع. وبعدين عاد لما قعدنا عندهم شوي يعني ثاني يوم صار بيننا وبين التواصل، قالوا التلفزيون المنغولي بياخذ معاكم لقاء. طبعا سفير خالد الفضلي في سفير دولة الكويت في منغوليا سنة 2015، الحين كنا راح بولندا توقع. فعاد حذو الشيطان، صار تنسيق بين السفارة والتلفزيون المنغولي، وخذوا معانا يعني لقاء، فاحنا قلنا ما يعني ما نعرف لغتهم، فدزوا معانا مترجم كان يترجم لنا، ترجم في المقابلة، في المقابلة. وكان عاد سبحان الله قبلها بفترة كان الأمير عسى الله يرحمه ويرحم مات المسلمين الشيخ صباح كان في منغوليا. سبحان الله. اي والله كان موجود، كان موجود في منغوليا، وكان يعني توها راد يعني لها فترة بسيطة. ولما كنا في روسيا في موسكو، كنا بننزل من موسكو على بنرجع الكويت، كان عندنا يعني خيارين اللي هو أذربيجان وإيران، والطريق هذا قبل أنا كنت مشيته. وكان عندنا خط سير اللي هو يكون جورجيا تركيا، ومن تركيا نرجع على السعودية. ف يعني كنا محتارين في الطريق هذا، ومع خط سيرنا كان الأمير عسى الله يرحمه ورحمة المسلمين كان في منطقة اسمها سوشيا، مطلع على البحر الأسود، أتوقع أن اسمها السوشي أو سوشي. وسبحان الله عاد ما حلفنا الحظ مرتين، يعني وصلنا وهو راح، وصلنا وهو راح مرتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير من عاصمة منغوليا أولن باتر. شوف الطلعة صعبة لأبعد حد. هذا أخوي أبو محمد الله يعطيه العافية. هل يسمع شور اللي يقول تعال بنزير في الشدة؟ شوري مضبوط يا أبو محمد. مضبوط. عشان نطلع السلك البراح بس. شوفوا هذه الله يجزاهم خير كلهم يساعدونا عشان الثلج. بعدنا آخر بعد لا دير بال. إيه بعد عاد لما قعدنا أبو فارس ثلاثة أيام، يا الله يعني نوع ما خف الثلج. الحين شلون إحنا بنطلع؟ لأن السياكلنا اللي هي درجة نارية بالسرداب ما نقدر نطلع. إيه هذا اللقطة بهذلة بشكل مو طبيعي. صدق بهذلة صدق يعني. شيء سيكل ثقيل وحمل. وعندك صعود مثلج شلون تصعد؟ ومع كسرة. مع كسرة اي. فمحمود طلع، محمود ما شاء الله عليه يعني كابتن، رجال يسوق عدل والطول يساعده. انا طلع عمرك اول ما طلع واعطيها الصبة على طول، اي والله. وازلق واطيح وغصة. فراحهم اللي بالفندق جزاهم الله عنا خير ومن يسمع، راحوا جابوا نفس المزهريات مالت الورد. اخذوا حشم يسمع السماد اللي فيها والرمل حشاكم، فقاموا يكتون على الصعد على اساس نوعا ما يخففون، وحطوا قطع من الزوال يعني حاولوا يساعدون، كتوا ماي حار حين يكتون يثلج. اي سبحان الله. اي فما استفدنا احنا اول شيء على اساس ان الماي حار يذوب لانه وقف الثلج، بس الظاهر اجسامنا تاقلمت مع البروده فما حسينا بالشيء هذا. فاخذنا الطريقه الثانيه. ابو محمد اكلمه بالجهاز، قلت ها ابو محمد كاميرات كوكي ومن الكلام هذا، وهو دنق وبيضغط الريموت حاطه على تانك باك اللي هي الجنطه اللي قدامه تكون، فبيضغط ونساني انا قدامه ودعمني. اي والله يا ابو فارس انا تخيل واقول دوف، اي والله زين ما طحت فكر يا الله ودعمت وش فيك قد ما تشوك انت اللي ما تشوك. اي والله قعد كملنا يوم قبل ان نوصل تمثال شنكيز خان، لانه كان تقريبا 58 كيلو 60 كيلو قريب يعني مو بعيد، ما لبسنا الاقنعه اللثام هذا. والله يا ابو فارس وجهي انا وجه
انعوج انعوج. ايه هذا العصب السابع ضرب. ايه هذا الله يفنشر بوجه. ايه. قاعد تنفخ انفخ وقاعد اصارخ حيل على اساس اني امسكه شوي عشان اذا لف خلاص مشكلة. ما في فايدة. واصفط على طول وحط يعني غطيت وجهي وقاعد تنفخ ورحت عند جزوزة. الا محمود نفس الطريقة. يصايح. يفتح حلقة اي والله قلت ها شو قال والله لف وي قلت جاك ما جاني اي والله طلعنا الاغنعة وكملنا الحين بنقول شلون طريقة ابو فارس دخلناها طال عمرك من النص من النص من شباب وبنقطعها بالعرض لجهة كازاخستان حلو الكلام للجهة يعني وجهتها هذه مسافتها يعني كبيرة حيل فبحالة التضاريس اللي صارت والمناخ يعني تغير والثلوج صرحت السلطات المغولية ان عدم السفر المناطق البعيدة ليش لانه ما في خدمات يعني عادي الشارع يغطي ثلج يغطي فما في خدمات روسيا لا فيها خدمات روسيا يعني باستمرار يعني ينثرون حشم نسمع الرمل باستمرار في ثلوج وهذا يعني يصير طين وهذا بس انا يعني نوعا ما افضل من افضل من المغولي شنو قررت وقفت ولا قررت لا قررنا نرجع ثاني مره ما لما فيها مجال انا الاصابه اللي برجلي والوضع مو اوكي وتواير احنا مسحك زياده يعني بهذاك الوقت احنا في سنه 2015 وسياكلنا القصه الجديده ابو محمد سياكل 2014 وانا 2015 مدير السنه 2013 يفرق الرنج تواير فتعتبر السياكل هذه تويرها يعني نوعا ما جديده عرفت فمو متوفر اللي متوفر تواير شنو؟ السياكل القديم السياكل القديم اي فهني يعني هم بعد واجهت صعوبة اي جدا يعني حصلنا تواير ضعاف ابو فارس ضعيف حيل وثلج ما ينفع وبعدين مو راكب يعني نلقى تاير اللي قدام نلقى اللي قدام ما نلقى اللي ورا مشكله اي وبعدين عكس وهذا ماركه غير وهذا ماركه غير انت يعني في 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 وضع خطر في الطريق يعني تحتاج ان تواير على الاقل تكون طغم واحد قصتها واحده اساس انه ما يصير فيه خلل يعني لو شارع صافي ما في شيء الموضوع مختلف فعاد يعني كانت اقرب محطه بذاك الوقت كانت موسكو يعني حتى اخوي علي البير من الله يجزاه خير ابو حسن من يسمع كان متواصل معي قال لي عطني اسم الفندق انا ارسل لك اياهم بالدي اتش ال وطبعا كنت اكلمه اقول ابو حسن انا ما اعرف وين اسكن يعني انا امشي مرات يعني احط مدينه الظروف ما تسمح اني اوصل هذا كله الحين بمنغوليا ما اي هذا كله في منغوليا لان الحين راجع على روسيا فهذا كله يعني التنسيق انا ما عندنا تواير شيء هو قال لي يعني انت بتحل هذا المشاكل بمنغوليا عشان تدش روسيا ايوه فما ما ساعدت الظروف فردينا ثاني مرة على روسيا لما ردينا على روسيا صار موقف بالمنفذ شلون يعني كانت وحدة من الموظفات يعني الكشك مالها شوي رفيع فلازم تضطر انك تركب عتبة لما ركبت عتبة كانت تطالع الجواز وتطالع يعني تطالع الجواز قالت لي ارفع وجهك كذي تاش فيها وارفع وجهي شوي تقول لف لف شوي عرفت الهندسه مو طبيعيه ولفيت وهذا وطالع قلت اوكي انا عبالي بتصورني والله طلعت تشوف ملامح الوجه كبرت الموضوع مصبوغ بالبرد فعاد دخلنا ايش اسمه على روسيا من روسيا مشينا الحين هذا خط سيبيري هذا احنا الحين في وسط سيبيري وسط سيبيري اي اتجهنا عاد لجهه الغرب ولما مشينا اظلم علينا الليل فلقينا نفس طبعا هناك كل بيوتهم خشبيه فلقينا دريشه فيها لمبه صفراء ان في احد موجود قاعد احنا في الليل وانا حاطي اخوي ابو محمد شوف مو هذاك الزود عسى الله يشافي يوم يسمع فقلت ابو محمد بنميل عندهم يوم جيناهم طق عليهم الباب وطبعا هم يتخوفون من لبس الخوذه وتنزل يخافون في الليل ايوه بالليل يعني يخافون لما جيناهم قلنا نبي ناكل
قالت خلاص تعالوا دشينا مرة كبيرة. لما قعدنا عندها على طول رحت حضن الدفايات، فارس موت 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 برد يفوق الخيار. أي أيوة وبعدين عاد كلمناها قلنا والله أنا كلمت استبردتها استبردتها لا هذيك والله يعني الحمد لله الله فكر منها. فأشرناها قلنا نبي النوم عندك يعني، قالت هي أنا عندي غرفة وريحوا يعني. طبعا بعد ما سألت وعرفت إن حنا يعني عرب وجايين مكان بعيد ودرت إنها يعني طرقية يعني ناس رايحين رحالة. أي رحالة. فقالت خلاص عاد نمنا في البيت الخشبي هذا بيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو سعد، شوف هالجو، شوف هالجو الله المستعان. الحين الله يكرم يكرمني أسمع نبي دورة المياه. دورة المياه بعيدة أبو فارس، بعيدة من المكان، بعيدة من المكان كمان شيء بعيدة. الحين توقع إحنا الدب الروسي الحين في النمر السيبيري هذا مشابه للنمر البنغالي، هذا مشكلته مشكلة. فالله الله لا يبلانا. وكل ما طلع على بالنا ان الحمام الله كرم يسمع بعيد حصرنا زياده والله في مبارز. اي والله تبهذلنا. ها ابو محمد جاك شيء؟ قال كل ما شيء قوه خاف بطل باب يضرب وجهي دب يطرح وجهي نمر ولا شيء. وقعدنا والله عنده وطريقنا الصبح وهذا حد كملنا طريقنا. كل ما حط لي منطاره ماي صحه تجمد جليد. صباح الخير، نحن من بارح مكان ما في شيء، وشوفوا درجات كيف ثلج على الدراجات، دراج ثلج. وهذا ابو مطلق. صباح الخير، عندنا الجو ما شاء الله ممتاز، حروره اليوم اصلا. عن الجو لا تسالون عن الجو، اذا شفنا الصفر نحن مستانسين، والله اذا شفنا 2-1 نحن وايد مستانسين. يعني جو اليوم زين، يعني جو حار. وهذا شوفوا ننظف الدرجات عن الثلج، سيت مثلج، شوفوا السيت طبقة يعني فان بالكم الشارع. هاي حياته يوميا على الحالة هذه. هاي دراجة جو مطلق متعذبين، وجو حلو. الماي لو تشوفونه هذا في يقولون ماي، بس طبعا مثل ما تشوفونه ثلج، ما في شيء اسمه ماي هني عندهم. ثلج ثلج ثلج. كملنا عاد عليها لمدينه اسمها ثاني يوم. هذا من ثاني يوم كملنا ورحنا. شوفوا يا جماعه السوالف حلوه والحكايات حلوه، بس الكلام ترى اسهل من الفعل. الفعل اللي قاعد يقوله ابو مطلق ترى صعب، صعب جدا. وضع الطرق ووضع الطقس ووضع الاكل ووضع النوم ترى هذا صعب، ما هو سهل. الكلام سهل بس انا مقدر مدى صعوبته، واكيد انتم مقدرين ان شاء الله. ففي بعد المرات ما نحصل اكل، تكون معنا علب تونة وتكون معنا معلبات، هذه تكون للضرورة. ليش؟ ما نحصل أكل لأن هو الخطوط هذه اللي تمشي فيها ما في نظام، يعني مثل الحين الخليج عندنا محطة فيها مطعم لا مو على كل حال أغلبهم أماكن نائية. أي نائية، وبعدين أكثر إحنا يعني أهل المنطقة هم اللي يكرمونا يعني. تعال اكل يعني ولا شيء يعني. وش رايك في المناطق الروسيه اللي مريت عليها؟ هل هم فيهم كرم؟ فيهم لا، كريمين جدا. كريمين جدا يعني مو مثل ما نسمع. لا انه والله مافيات انه يعدمون. هم موجودين بس الحمد لله يعني احنا يعني شفنا جزء بسيط. يعني في احد المرات جينا عند محطه بنزين، احنا من دخلنا يعني روسيا كلها نعبي بالفيزا وبالدولار، امورنا طيبه. فالله ملك عبد. فلما جينا عند محطه بنزين كانوا فيه ناس شويه اجسامهم يعني ضخمه، عددهم يمكن 3 أو 4، وكانوا حيل يتكلمون عن الدراجات، عن السيارات يتكلمون عنها.
فاحنا شلون برغتنا دائما محطة البنزين لان البرد ما يخليك تاخذ راحتك. انا اروح يعني بشكل سريع ادفع الفلوس ومحمد يعبي يعني نكون نسبق الوقت لان ما تقدر تقعد في فارس برد اي برد حيل ما فالمكان ما يساعد. فكنا على الطريقه هذا لما جيت كلمت بعطيها الفيزا قالت لا اعطيها دولار قالت لا يعني تدفع بس بالروسي. فهني صارت عندنا مشكله على البنزين تقريبا الثلث. ايه مشكله من الناس اللي موجودين لما تلاشنا فيهم يعني حتى واحد يعني يقعد ويأشر على الدراجه كانه يقول انا اذا اخذتها راح اركب القطعه الفلانيه يعني قاعدنا قاعده يعني بشكل مو طبيعي وشافنا يعني مقنعين وهذا يعني كان يتكلم كلام يعني مهما يحتاج تكلم شافكم مجانا ايه فيعني يتكلم في امور ما لها داعي شوي. فعاد قاعد اتكلم ابو محمد انا بالجهاز انا قلت ابو محمد عطهم يعني طريق العكس يعني الحين اتجهنا غرب فقلت احنا رايحين الشرق ايه انت وين رايحين؟ كان يسال رجال بيئة النيه محطات البنزين وفارس تدخل يعني في لها مدخل ومخرج حلو كلام هذا الحين تضايقنا. فعاد يوم لفيت الا شوي يعني قاموا يتمادون لفيت عليها ويعني طلبت الله ومطلبها ما خاب اشرت لها قلت لها يعني ارجوك يعني شوف اللي ورا وفكينا اعطينا بنزين. قالت خلاص بعطيك 10 لتر زين بالدراجه ممتازه وفيها ثلث تعطيك 3 طلبة تقريبا يعني. فعاد عبيت بالفيزا وطلعنا بسرعه هذول طلعوا قدامنا ووقفهم لان محطات البنزين هناك كلها مراقبه في الكاميرات. فمن طلعوا قدام خلاص هذول البيتين النيه يبون يبون الدراجات. فرحنا عاد احنا عكسنا وغطينا يعني سرعه شوي نوع ما خطره بس انه يعني معذورين فيها. الدراجه شلون ليت امامي وليتين جانبيات لان كشافات فتعطي شكل مثلث. فاحنا لما غطينا على طول انا ومحمد اخذنا الدوران طفينا الكشافات وصرنا جنب بعض الليتات صارت كانها سيارة. وكنا مسرعين وهو مرنا. لما مرنا انتبهنا ان احنا اللي طفنا بس كنا دايسين. بعدين عاد انا منتبه ان في قريه هنا صغيره فقلت ابو محمد خلنا ندخل على طول. ودخلنا القريه لما دخلنا لقينا نفس الموتير صغير وزبلنا عنده وجيناه وكلمناه وقال خلاص يعني اعطانا الغرفه وكل شيء. يوم طلع شاف في الدراجات قال له ما تحمل مسؤولياتكم ماكو فلوس اطلع برا. ها اي كلمه يقول عندك كاميرا قال ما تحملك بالمره اطلع ما سكنك وابتلشنا. يخاف اي يخاف حيل. كم سعر الدراجه؟ الدراجه يعني ما شاء الله تبارك الله مو رخيصه فضيفها مع الضرائب مع تطلع مبلغ مو بسيط يعني. فعاد رحنا عند محطة بنزين قاموا شوي يعني يتجمعون السن المراهقة يغططون بسياراتهم حوالي يعني نوعا ما وجودهم ما يعطيك اطمئنين يمكن يعني يتهور واحد فيهم بطريقة يعني غير مباشرة. فعاد توهقنا ونشوف في سيارة صافطة فيها رجال ومرأة رجال داخل محطة بنزين والمرأة موجودة. ف يعني احنا الحين نحاتي السياره اللي جايه وابتلشنا في الجهال الموجودين الوضع سيء وبالليل اي فرحت توجهت لها جيت عند المر قلت لها احنا بننام هني شلون الطريقه؟ فهي مرتبكه قالت في احد رماكم شيء؟ مو وقت الكلام هذا اي والله قلت لا ما في. قالت خلاص اسمه جاء عاد رجلها وقال اسمه اهم شيء يعني لازم تطلعون من الفوضى هذه حاول انك يعني تضيعهم شوي وتعال. واعطتني وصف يعني قالت لي مثل ما تقول ثالث لفه تلف راح تلقى لنا صافطه قدام لان سوت اتصالات. الله سخرها لنا والله يا ابو فارس ترى في عز الليل طلعنا المغطين شوي والشباب طلعهم واخذنا يعني حركه سريعه في الدوران ورجعنا على طول يوم لفينا الا هذا مبطل الشتر دخلنا الدراجه سكر الشتر قال اسمع انت وياه هذا مو وقتها اي والله يا ابو فارس قال ما فيكم اللي يتكلم يعني كان يتكلم بطريقه يعني ذا ايش علمه صلى الله يكون شرك قال
الليلة $20 لكم أنتم الاثنين وللدراجات. من كان عادل غالي $20 غالي. أبو محمد يقول ما تدفع فكرة. قلت أدري يا أبو محمد بس هنا هو شيخ أخذ نسلم. يقوم بكلمنا وقال خلاص تشكرنا منهم ما قصرهم. طلعنا رحنا عاد مباشرة الصبح رحنا للبنك أنا أصفط عند الدراجات. أبو محمد بحكم أنه يعني يتكلم إنجليزي ودخل يكلم البنوك ورفضوا يصرفون الدولار. البطاقة انت احنا رايح روسيا ماخذ دولارات فيها افضل اي افضل من فارس لما تقدر تاخذ عملتهم يعني كبيره لا يعني الاوضاع السياسيه بين روسيا وامريكا لا لا ماشي ماشي وافضل فممكن ان افضل عمله ماشي افضل عمله نفس افريقيا بالدولار بعد فعاد ارفضوا ان نصرف المهم قاعد عند الدراجات سبحان الله ويجي قال الحين ما في الا هذا البنك الرئيسي قال هذا الكبير هذا اذا ما صرف لك سلم على نفسك ما عاد احد يصرف لك وجينا عنده ورفضوا يعني الاي تي ام ما يسحب لا ما يسحب ما يسحب لا ما يسحب عاد وقفنا ويجي واحد على على نسيت سيارته اتوقع انها لكسس لكسس او اودي يعني شوي اللي جاني يعني ما شاء الله عليه يعني مرتب واحد مرتب مهندس اي جاء كلمني هلا هيل هناك حاول كثر ما تقدر انك ما تحتك مع احد اقول له مشكور واخليه ويروح الرجال يبي مني يعني بيكلمني وكل ما وقف ضايقت هالزحمه لان احنا قدام البنك فالشارع حيوي شوي ويروح يرد ثلاث مرات يعني ضايقني بشكل كبير على جيت ابو محمد يوم جاء لهذا الصفر تبون مساعده تبون شيء كلموا محمد قال احنا عندنا البنك وهذا قال دقيقه ويصفط رزقها الله لنا يعني الله سبحان الله سبحان الله يسخر عبيده لا. يعني والله شوف وين يروح يرد يتردد علينا لان هذا يعني كان اخر حل وانت قاعد تحاشر تحاشر ما تدري شو الوضع امس الوضع مو اوكي الناس ما تدري شو وضعها فهم فهناك عادي وانت تمشي يمرك واحد يعني عاقل يمرك كذي يمكن يخطفك يسوي اي شيء فانت لازم انك تجهل الشخص اللي قدامك يعني. صح. يعني تكون حذر بس انك عاد مو تكون حذر لدرجه انك تكون قلق زياده عن اللزوم تكون يعني نوعا ما متوسط شوي فقال مو بكيفهم تعال مش يروح يدخل ويعمل المهم يعني دخله بقوه شو ما تصرفوا له ما قال له تكفله ما قال انا اكفله انت هات الاثبات قال الحين انت هذا اثبات الرجل وجهه كفو والله اي والله عسال الله يجزاه خير من يسمع ما قصر والله عقب وين رايحين وقعدنا عاد نسولف معه وناخذ قال انا امر اكلمك انا ما اعرف اتكلم انجليزي وما ادري انت شنو تبي انت تبي تفتح معي موضوع انا ما اعرف انه هلو هلو بس سكر الموضوع اي قال اذا انتم هذا طريقكم ترى انا اعرف لي ناس يعني المدينه اللي قدام والمدينه اللي قدام اي شيء تحتاجونه وما شاء الله تبارك الله يعني اي صوره نزلها هو تقريبا شبه الاوائل اللي يشارك في الاعجاب فيها على طول إيه. ويعني متواصل معانا الاكل في روسيا مو حلو يعني ما في وجبات يعني هم مشهورين بشيء وتكلمنا روسي والسب الاكل هذا بالثلج وسيبيريا ما ياكلون الا ريبا و شو اسمه كروشطا المهم يعني بطاطا مهروس لا 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 بطاطا مهروس والسمج ريبا وقرطوشتا قريب منها والله ناسيها فعلى طول حين كل ما ندخل محطات ولا مطعم شيء نقول ريبا قرطوشتا يعطينا السمج السلمون والبطاطا المهروس هذا يعني الاكل هذا حيل غني بالبروتينات يعني حتى ما شاء الله تبارك الله يساعدك المهم في الطويل بعدين عاد لما وصلنا موسكو جانا واحد رتبه برد ترى عينه برد سكنا عرق مو طبيعي زين اول ما جاء قال مخموت بطيء هذا قال يا مطوارك هذا ايش يبي؟ اي والله يوم جاء قال لي قال اعطني جوازك اعطني جوازك انت خذ جوازاتنا حر والدنيا برد ثلج وتكلم بالتليفون تكلم بالتليفون جم اثنين شباب اعمارهم حلوه يعني بدايه العشرينات هذا الرتبه يعني نوع ما
إيهابهم، يعني ممكن عملهم غير. المهم إنه جاء خذ جوازات وقال تعالي، رحنا على طول دقيت على رفيجي قلت الموضوع عندنا ثلاثة ناخذ، قال لا تخاف من شيء أنا دقيقة أنا عندك. قلتهم يوم رحنا معاهم ورقة A4 هذه، قال ارسم لي خط سيرك من وين دشيت وين رحت وليش جاي إلى آخره يعني. قعدنا نعطيهم من الكلام هذا، طولوا شوي ودق التلفون قال هذا منو، أخذ التلفون وسجل الرقم، وبعدين لما كلمه تغير جراءة معانا لان شوي، جراءة لان حيل يعني، بعد مو شوي كان ناشف معانا شوي. أبو محمد يعني كان يناقشهم ومستمر معاهم بالحديث. بعدين والله يوم طولنا شوي دخل رفيجي، ما شاء الله تبارك الله، يوم دخل دخلت الثقة سلم علينا، شلونك المركب حالك طلعت، سلم على أبو محمد والتفت عليهم قال عطونا جوازاتهم كذا كذا. صغير في العمر، صغير ما قصر، صغير يمكن 23 مدري كم يعني كبر لا بس يعني مستوى عمره ما يسوي الطريقه هذه. سحب وخذ ورقه منهم سجل رقم تلفونه وعنوانه واغراضه، قال رجال هذول عندي انا تبون شيء كلموني مشينا. ما تشترك بوجهه اي والله نمشي وياه. وقال لا تحاتون وانا اعتذر منكم من الاحداث والوضع اللي صاير، احنا بشهر 11 15 الوضع السياسي مو هذاك الزود، نسأل الله السلامة. فعاد بس الحمد لله وصلتوا. اي والله الحمد لله وصلتوا موسكو. اي وصلنا موسكو ما شاء الله، شايف المشوار والاحداث. أيوة. أيوة. موسكو دافوا والله يا ابو مطلق، ان الدرب كان صعب. اي أيوة والله صعب يعني، الخط صعب يعني، انا استغرب يعني الحمد لله تجاوزتوا. اي تجاوزتوا بسلام. اي والله فكنا الله. وروسيا تعتبر حارة، 5 تحت الصفر نعمة والله. موسكو قصدي، 5 تحت الصفر نعمة والله العظيم من أهدافه زين. وموسكو ما شاء الله يعني طريقة بنائها لنا يعني فيها عدد سكان يعني عاصمة، فصاير صاير فيها دوار، الدوار هذا دار مدار 100 كيلو ترى، كغالب الناس اللي تدري عنه لو تشوفها بالخريطة ترى هي عبارة عن دوارات، بس فيها دوار رئيسي اللي هو يوزع يعني على المناطق، على المناطق هذا طوله 100 كيلو. ورحنا فيها يعني اهم الاماكن اللي هي الساحه الحمراء، ورحنا الكنيسه كاتدراليه باسل، يعني اخذنا جوله فيها واستمتعنا. اي والله حلو. وكان خط السير، خط السير اخذتوه بكم يوم هذا؟ والله فارس من بلادي فوستك ليه موسكو يمكن الرحلة ترى قريب الشهرين، قريب الشهرين. إيه قريب الشهرين، بس من بلادي فوستك ليه موسكو الله العام، الله العام أنا وصلت الأربعين ترى، 40 يوم. أنا والله ما أنصح فيها يعني، لو ترد يعني الأمور ما أعيدها، لا ما أعيدها، لأن هذه فيها حياة وفيها ممات يعني، شيء ما فيها من المتعة نهائيا. ولكن أنا يوم أروح رحت بظروف معينة يعني، حكم الإجازة ما قدرت أخذها متأخر، ففي ظروف يعني إذا ما التجربة هي اللي تبين يعني. أيوة. أنت بناء على تجربة. أيوة. وصلت أنا مرحلة، أنا يعني بدأت الرحلة بشهر 9 فصارت عندي ظروف يعني، الحين إذا ما رحت بشهر 9 مالك إلا السنة الجاية. نعم. فأنت مجرب وفارس الحماس موجود صارت. ما راح تأجل سنة والله مش ذكاء راح أصلي سنين قاعد أجل حل الحين بسبب الكلام وحده الحمد لله. الحمد لله. نشكرك اخوي انور، كابتن انور ما قصرت، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك على اللقاء الحلو هذا، الله يسلمك، المعلومات الجميله اللي قاعد ناخذها منك. الله يسلمك، وان شاء الله راح نقعد نتقابل مره ثانيه في رحلات اخرى. طبعا رحلات الكابتن انور كثيره يعني، امريكا، افريقيا، يعني امريكا الوسطى، الجنوبيه باقي بس سلام لك الحمد الجنوبيه. طبعا امريكا الجنوبيه هو راح، ولكن في ظروف سياسيه مظاهرات على الحدود، وقف في المكسيك ورجع انتظار شهر.
بعد ما انتظر انها تهدى الاوضاع ما هدأت، ولا كان المفروض نغطي امريكا الجنوبيه من ضمن رحلتنا. ان شاء الله في القادم ان شاء الله بيهن. ونغطي وياك اول مره. ابرك الله السعادة، ابرك الله السعادة، الله يحفظك. تشرف بالناس اللي مثلك اللي ما شاء الله على اخلاقها وكرمها وطيبها، ف يعني انت احد يعني ما شاء الله الناس اللي نفخر فيها وفي معرفتها يا ابو فارس. يكفي تواضعك انت الراعي وانت الكبير. مشكور وان شاء الله نتلاقى باذن الله في رحله جايه باذن الله. ان شاء الله عزيز، ترى هو عنده رحله وانا عندي رحله خلال الحين، واحتمال احتمال نتلاقى. تو قاعد اشوف التواقيت، يمكن نتلاقى بفرق 5 ايام بس باذن الله. انا ان شاء الله ان شاء الله. نشوفكم على خير. يلا سلام.